محمد يا محمد محمد يا محمد 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 يا استاذ يا استاذ تعال هنا في شبكه تعال محمد يا محمد هو انت بتحضره ولا بتتصل بيه محمد محمد ايه في ايه تقريبا الشبكه قطعت ولا ايه معلش معلش هيرجع يكلمك هو ان شاء الله المحكمه فاضيه ليه النهارده لا مش فاضيه ولا حاجه ده بس ايه الجلسات اشتغلت فكل واحد دخل القاعه بتاعته دخل ايه القاعه القاعه اسمع ما انا عامله فلاح القاعه يقول قاعه ما اعرفش والله انت شغال هنا انا شغال هنا شغال ايه انا اهم واحد هنا انا الحاجب الحاجب حد قال حاجه على الحاجب قبل ما ادخل بقاله ساعة هنا من قوة عليها من الصبح لا بس أكيد ما كانش هيجي في دماغه اللي أنا كنت هقوله يعني هتقول حاجة جديدة أمال إيه؟ ماشي بتشتغل إيه؟ الحاجب ماشي ماشي إيه؟ أي ما ده جديد إنك ما تقولش أيوة صح أريح والله طبعا طب بقول لك إيه؟ يعني إزاي أعرف القاعة بتاعتي؟ أنت مش معاك محامي هو اللي هيدلك فين القاعة هو محمد ده مش عايز يرد عليا خلاص أنت قضية إيه قول لي بس المفروض النهارده بيستمعوا لشهود يعني واحد ضربته لا ضربة عادي يعني لا سهلة دي هتعدي مش مستاهل هتعدي هتعدي سهلة وبعد ما ضربته رحت حاطفه من فوق السطوح حاطفه من فوق السطوح؟ الدور الكام؟ لا بس الدور الثالث الحمد لله لا التالت لا لا سهلة سهلة هتعدي إن شاء الله الحمد لله بس وقع بقى على دماغه على سيف الرصيف على إيه؟ سيف الرصيف ده رصيف حربي؟ يعني رصيف معاه سيف السيف بتاعه ده كده فوقع على دماغه هو وقع على دماغه طب هو عايش لا عايش الحمد لله لا لا معديه الحمد لله الحمد لله بس فقد النطق بقى فقد النظر سهل سهل واتشل يعني الحمد لله ايوه عايش ليه يعني عايش عشان يرفع عليها قضيه يا سيدي شوف الافتراء بتاع الناس مش يحمد ربنا انه عايش الحمد لله طب بقول لك انا مش عارف اعمل ايه في الشهود محمد ده المفروض يجيب لي شهود النهارده طب ما بص لو استنيت محمد مش تلحق الجلسه اجيب لك انا شهود من عندي انت تجيب لي شهود يا سلام انا كل قرايبي ضلاليه يعني يقول ان هم ما شافونيش مثلا او هو الراجل وقع لوحده يا ده يحلفوا ان انا بني ادم وتصدقهم والله اسمع مني لا مش للدرجه دي يعني والله لدخالهم واسع واكيد القاضي مش هيصدق انك بني ادم استحاله هيعديها والله طيب بص انت لو لقيت لي الناس دي ويشهدوا معايا انا عينيا ليك بقى انا مش عايز عينيك انا عايز السبيك السبيك يعني الشاي بتاعي ماشي يا سيدي ايوه خد واول ما تجيب لي الشهود انا عينيا ليك ايه ده دي 5 جنيه ايوه يا عم عربون وانا هفرط في 5 جنيه لكن لما تجيب لي الشهود هظبطك عربون ايه ده شهود ايه ده يا استاذ يا عم هات الشهود ومالكش دعوه انت انا هظبطك مش اقل من 7 جنيه لما اجيبهم لما تجيبهم فوق الخمسة فوق الخمسة يا سلام حبيبي يا سلام بس شوف لي شوط حلوين كده ماشي يا سلام هنقلك ماشي ما تقلقش محمد انت شاحن بمية محمد